حملة حملة تعايش، دي أول حملة من حملات جمهور الكوب السيراميكي السنة دي. الحملة عموما بتتكلم إن إحنا دلوقتي بنعاني، إن إحنا مبقناش عارفين نتعايش مع بعض عموما. فإزاي هنعالج الحملة المقسومة لأربع حملات؟ أول حاجة الاستخدام الذاتي، الاستخدام الذاتي اللي بقى دلوقتي كل يعني الأب والأم والأخ والأخت دلوقتي بقى بيتكلموا مع بعض بسبب الذاتي الكبير. فإزاي هنقلل الاستخدام الذاتي ده؟ تاني حاجة التخرج، دلوقتي بقى أغلب أكتر من 90% من بنات مصر عموما بيواجهوا مشكلة في التخرج. فإزاي هنواجه المشكلة دي؟ هننزل بحملات وهننزل بحملات توعية في الشوارع والسلاسل البشرية عشان نقلل أو نمنع التحرش، ونضغط على الدولة اللي هي تعمل قوانين تواجه بقى التخرج، لأن الدولة نفسها بتتخرج. حضرتوا لده امتى في زمن انتوا لسه بقالكم 3 أيام بس؟ لا احنا محضرين من قبل الدراسه، وطلعنا في برنامج روتانا مصريه، برنامج جهاز الشباب، اتكلمنا عن الحمله. طب وبالنسبه للطلاب هل هم متقبلين الحمله؟ طبعا هي في غير التحرش كمان في عندنا الفتنه الطائفيه، هي الحمله زي ما قلت مقسومه لاربع حملات. اول حاجه الكتاب السياسي التحرش، ثالث حاجه الفتنه الطائفيه اللي هي دلوقتي بقى الفتنه الطائفيه بقت الناحيتين بيساعدوا على الفتنه. اخر حاجه خالص الاقليات المهمشه، زي النوبة والبدو، بدو سينا وبدو الساحل وبدو عموما، دول ومرضى الايدز مثلا، دي من ضمن الاقليات المهمشة. ازاي هنواجه نخلي الدولة او نوعي المجتمع عموما ان دول لا، دول مصريين وطنيين زينا زيهم، فازاي نخلي الناس تتعامل معاهم بطريقة احسن، والدولة تبص لهم بطريقة احسن، مش مجرد الحل الامني وخلاص، لا يبقى لازم يبقى فيه موجود حل سياسي اقتصادي.